أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نناقش فيها حكايات المدينة وقضاياها، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة برنامج الإمداد الدوائي، ضعف الإمكانيات وغياب الاهتمام، الميناء، نادي الاحتراف الكروي في عدن، وائل جمن، أسير عالم الطير الجميل. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نطرح فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. تفقد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر سير العمل في محاكم العاصمة المؤقتة عدن وأعمال الترميم للمتضررين منها بحرب ميليشيا الانقلاب. وقال وزير العدل إن زيارته هذه تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والقضاة وتفعيل دولة النظام والقانون من بوابة القضاء، متوعدا بإجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بقضايا ومصالح المواطنين أثناء التقاضي. ناقشت ندوة علمية في العاصمة المؤقتة عدن الاحتياجات الضرورية لتطوير خدمات الطوارئ في المستشفيات بالمحافظات المحررة. الندوة التي شارك فيها وعلى مدى يومين أطباء من محافظات مختلفة هدفت إلى تفعيل بنود مسودة التقرير الخاص بتطوير خدمات الطوارئ الطبية في محافظات لحج وعدن والضالع وأبيان وشبوة، والعمل على بلورة الاحتياجات إلى أرقام عملية توضح الوضع القائم حالياً بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية الداعم لهذا المشروع. نفذ العشرات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام بوابة عدن القديمة منددين بأعمال البسط والهدم التي تطال المواقع التاريخية والمعالم الأثرية. المحتجون طالبوا بسرعة وقف أعمال البناء المستحدث في بوابة عدن ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي قالوا إنها تشوه جمال المدينة وتطمس هويتها التاريخية. البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بين الاحتياجات وتحديات المرحلة، قضيتنا لهذه الحلقة. واقع خدمي مشلول في أغلب مرافق الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، لكن أثره السلبي يبدو أكبر على القطاع الصحي في ظل تعثر الدور الخدمي لبرنامج الإمداد الدوائي. من بداية 2015 انقطعت الميزانية التشغيلية على المخازن، وبحجم العمل الذي أصبحنا نمارسه الآن لا تفي بشيء، ولا أصبحنا معدومين نهائيا من السلام مثل هذه الحوافز الشهرية. ومعدات كمان معانا نقص، ما رفاعات حبة تشتغل الحين قبل شهر، 3 سنين من الرفاعات جالسين، وتنتين معانا مطارح كده بحرام ما نشتغل بيه، وقواري كمان سحابات ناقصة علينا، حاجات كثيرة في المخازن. دعم دولي منقطع النظير يحظى به برنامج الإمداد الدوائي منذ ما بعد حرب الانقلاب في العام 2015، إلا أن معوقات كثيرة تعترض سير العمل في ظل تجاهل الرسمي لاحتياجات البرنامج ومطالب القائمين عليه. نطالب من الجهات الرسمية والحكومية بإمدادنا في زيادة الميزانية التشغيلية وإيجاد مساحات كافية للمخازن، حيث أصبح الدعم متواصل ومخازن لا تكفل هذا الغرض. والرواتب حقنا كنت تعرفوا حقيرة، والعمال تعرفوا الصحة بشكل عام كيف ما في أي مكان دعم. آثار الحرب ما تزال قائمة على مخازن برنامج الإمداد الدوائي بعد تعرضها للحريق والدمار، الأمر الذي اضطر معه البرنامج لاستحداث مخازن بديلة لكنها تفتقر لشروط التخزين والسلامة. لدينا مخازن في المعلة حاليا ولكنها تعرضت أثناء مشاكل الحرب، نطالب بترميمها، إذ أصبح الآن التموين مركزي في إطار العاصمة عدنا المؤقتة، وأصبح التموين لدينا كي نستطيع مواجهة تغطية جميع محافظات الجمهورية. أنا قدامك شغل كثير، الحين يجي لك سلمان، مركز سلمان معه يجي 12 حاوية 13 حاوية، الحين كان نفله يد 4 حمالين سرعات 4 انفار كاردة، الشغل كلهم كاردة، والمديرة معانا ما تقصرش.
تراكم الأعباء على برنامج الإمداد الدوائي يعيق ديمومة العمل فيه، ويحرم المرضى الاستفادة من خدماته المجانية، لا سيما في ظل تدهور الوضع الصحي في البلاد وتفاقم الأزمات المعيشية التي باتت تثقل كاهل المواطنين. دكتورة سعاد عبد ميسري، مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية دكتورة سعاد، لو تعطينا نبذة عن طبيعة هذا البرنامج والمهام التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها للمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأتشرف أنه قناة بلقيس تعمل مقابلة معي اليوم بهذا الخصوص. البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يعمل بشكل عام على إمداد المحافظات جميعها، محافظة الجمهورية، بالأدوية والمستلزمات الطبية. سابقاً كان عملنا محصور فقط كبرنامج وطني إمداد دوائي أقليمي لست محافظات اللي هي عدن، لحم، الضالع، أبين، تعز، وإب. كان هذه من اختصاصها لست المحافظات. فيما بعد وبعد الحرب مباشرة جد دعم بالنسبة للمنظمات العالمية ونصب في محافظة عدن، فأصبحنا نحن كمركز ليس إقليمي ولكن مركز يمد جميع محافظات الجمهورية بالأدوية والمستلزمات. يعني نقدر نقول إنه أصبحت الإدارة العامة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي موجودة في عدن، في العاصمة المؤقتة عدن. عملنا طبعا شاق وكبير جدا بالإمداد الدوائي، بحكم انه جميع المستشفيات والمحافظات، مستشفيات في عدن والمجمعات، نعمل على توفير الأدوية والمستلزمات لمحافظة عدن في مستشفيات المحافظة والمجمعات الصحية ومراكز الصحية في المحافظة، بالإضافة إلى جميع المحافظات في الجمهورية. يعني نحن تعاملنا أساسا مع مكاتب الصحة في المحافظات، مكتب الصحة في محافظة لحج، الضالع، أبين، مهرة، شبوة، سقطرة، في صنعاء، في وصلنا لحد صنعاء لحد الآن، في جوف، مأرب، كل المحافظات، في إب، كل المحافظات هذه تعاملنا دائما يكون مع مكاتب الصحة في المحافظة. نتيجة ظروف معينة طبعا ما قدرناش نتعامل مع بعض المحافظات أو مكاتب الصحة في المحافظات، اللي هي محافظة المحويت، ريمة، صعدة، لحد الآن ما قدرناش نتواصل معهم إلا إذا كان في بعض المواد أو الخاصة بهذه المحافظة نوصلها عبر المنظمات العالمية. يعني زي منظمة الصحة العالمية هي اللي تدعمنا أو تقوم بتوصيل، يعني كواسط بين الإمداد الدوائي والمحافظة نفسها. ما هي الآلية المتبعة في توزيع الأدوية داخل عدن أو كافة المحافظات في نواحي الجمهورية اليمنية؟ أول بخليني أعطيك فكرة عن كيف توصل الأدوية أو الإمدادات هذه من المنظمات العالمية. طبعا نحن معنا منظمات عالمية تدعم اليمن بشكل عام منذ الأزل، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، منظمة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز الملك سلمان مؤخرا، طبعا صندوق الإعانة الكويتية، الكويت من زمان، الكويت يعني دعمهم موجود وبارز بالمباني، بالمنشآت، قال هي كانت مدارس أو مستشفيات في عدن، في صنعاء، في بعض المحافظات، الضالع مثل مستشفى النصر في الضالع، في دعم قديم يعني، وفي دعم ظهر بعد الحرب مباشرة. دعم المنظمات أول ما يوصل للمخازن، بالذات مخازننا، مخازن الإمداد الدوائي، طبعا نعمل على استلام، نستلم الشحنة كامل، نعمل عليها فرز ومقارنة بالكشوفات اللي تصلنا وعلى الواقع، ونعمل عليها ريجستريشن في الكمبيوتر، يعني نعمل إدخال في الكمبيوتر، عاملين في البيانات كاملة، عاملين لكل منظمة مخزن لحاله. مثلا منظمة الهلال الأحمر الإماراتي أو جمعية الهلال الأحمر الإماراتي معها مخزن خاص، الهلال التركي، الهلال الأحمر التركي معه مخزن خاص في الكمبيوتر، فالمعلومات هذه كلها تخزن في الكمبيوتر، وبعدين تبدأ نعمل عليها خطة توزيع لأي شحنة تصل لعندنا، نعمل عليها خطة توزيع لجميع المحافظات الجمهورية، جميع محافظات الجمهورية، كل جمهورية توجد فيها حصلها اللي نقدر عليه نوصله دايركت، يعني محافظات الجنوبية وبعض المحافظات المحررة الآن من المناطق الشمالية توصل.
لكن في بعض محافظات ما نقدرش نوصل لها الا عبر منظمه الصحه العالميه او اي يونيسيف او اي منظمه عبرها تكون وسيط هي توصل هذه المواد. بشكل عام عملنا لحد هنا يتوقف، احنا وصلنا العلاج. فيما بعد في دور رقابه وتفتيش اللي هو عندنا طبعا مش موجود الان، لكن المفروض من كل مكاتب الصحه في المحافظات يوجد لديها قسم خاص او اداره خاصه برقابه والتفتيش. فاذا كل محافظه وكل مكتب صحي في المحافظه قام بهذا او فعل هذا الدور، دور الرقابه والتفتيش في المحافظه في مكتب الصحه، اعتقد انه بتكون الطريقه او العمليه كلها اكتملت بتكون سليمه. ما هي اهم المشكلات والمعوقات التي تتعرضون لها في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها بلادنا وكذلك الخدمات الجليله التي تقدموها للمواطنين؟ قبل 2015 كنا نعاني من شحه وصول المواد او الادويه والمستلزمات الطبيه والمعدات والاجهزه لبعض المستشفيات في المحافظات اللي كانت من ضمن اختصاصيه او تابعه للبرنامج الوطني للمواد الدوائيه اقليم عدن. هذه من ناحيه دعم مواد، لكن بعد الحرب يعني او من فتره ما بعد سبتمبر 2014 بدا صعوبات اكبر. يعني احنا نواجه من سبتمبر 2014 نواجه صعوبه او نواجه مشكله كبيره في الموازنة التشغيلية للبرنامج. يعني قطعت علينا تماما أي موازنات، وقف الدعم أي دعم الأدوية ومستلزمات من وزارة الصحة في صنعاء في الرفرع الرئيسي. وظائف ما فيش أي وظائف جديدة بالنسبة لنا، نفس العمال اللي هم محصورين على 25-30 نفر في الأقليم ما فيش أي، والدعم أكبر من الآن، الدعم أكبر من أو الشغل أو الجهد اللي نحن نبذله أكبر والاحتياج أكبر. ليش؟ لأنه أصلا المواد اللي دحين نستلمها الآن نستلم من أكثر من 10 منظمات عالمية تدعم البرنامج أو تدعم اليمن بشكل عام، ونحن مسؤولين عن هذا الكلام. إنه عملنا أصبح أكبر من من السابق بنقدر نقول 100% يعني 100% يعني أكبر. أيوه، فعدم وجود موازنة تشغيلية للبرنامج لتشغيل طاقم البرنامج، سيارات البرنامج، الرافعات الشوكية تحتاج منك صيانة، تحتاج منك شحن، تعطيل تعطل بسيط في أي مادة تستخدميها في نقل أو في توفيرها هنا في او استغلالها، اي 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 اله تعطل عليك اذا بيتعطل الشغل اكيد. فنحن نحاول بقدر الامكان نحن نتفادي هذه الظروف. اذا كان في معانا كانت موازنه تشغيليه بالتشغيل البرنامج صح، عملنا قلت لك اصبح اكبر من حجمه، اكبر كبير اكبر بكثير من السابق، فلازم تكون معانا ميزانيه تشغيليه اكبر من السابق بكثير كمان. مدى الاستفاده من المساعدات الدوليه التي تقدم اليكم و كذلك طبيعة هذه المساعدات؟ نحاول بقدر الإمكان نوصلها لجميع المحافظات بقدر الإمكان. مؤخرا وصلتنا كمية كبيرة من مواد الغسيل الكلوي مركز الملك سلمان، وأوريدي كانت يعني جاهزة بطبلياتها لكل مستشفى لكل مركز غسيل في المستشفى في المحافظة. يعني محافظة عزان سوري محافظة شبوة مركز عزان، مركز بيحان، مركز عتق، في شبوة مثلا، عدن مركز الغسيل الكلوي في الجمهورية، مركز الغسيل الكلوي في العبود العسكري، مركز الغسيل الكلوي في الصداقة، كل مركز غسيل كلوي في الجمهورية قد نسبته قد حصته ووصلناها لكل المحافظات. حتى مركز الغسيل الكلوي باقل في الحديدة وصلناه قبل أسبوع عبر منظمة الصحة العالمية، كان كوسيط قلت لك نستخدم مواصلات الصحة العالمية كوسيط وصل المواد اللي مش قادرين نحن نوصل لها، يعني المناطق أو المحافظات اللي مش قادرين نوصل لها عبر منظمة الصحة العالمية كوسيط نقل. هناك إشاعات يعني
تتردد من وقت إلى آخر بأن القطاع الخاص يحصل على هذه الأدوية المجانية التي تحصلون عليها، وكذلك هناك من رأى بعض الأدوية تباع في فترة من الفترات في العيادات والمستشفيات الخاصة. نريد منك دكتورة سعاد أن توضحي لنا حقيقة هذا الأمر. حصل هذا أثناء فترة الحرب وبعده مباشرة، أنه بعض المواد تسربت من بعض الإخوة اللي كانوا طبعا أصحاب النفوس الضعيفة، هذول اللي سربوها. مثلا إحنا لو سلمناها أي محافظة تجي تستلم من عندنا، مثلا قبل ما إحنا ما اشتغلناش هنا أثناء الحرب، دخلنا هنا بعد شهر 8. اللي كانوا شغلنا كان كله في مستشفى الأمل في بريقة ومستشفى المصافي، كمان اشتغلنا في مستشفى المصافي. المهم الشيء وصل لك انه في بعض المحافظات كانت تستلم مننا بعض الادويه والمستلزمات الطبيه الخاصه بالمحافظه، فنقدرش نجزم هل هي وصلت للمحافظه، دخلت المحافظه او بيعت في الاسواق. ناهيك عن بعض المناطيد اللي نزلت في اثناء الحرب، نزلت كميات كبيره انزال قوي، كان في مواد ادويه خاصه بالجرحى أثناء فترة الحرب لاقوها كمان، أيوة وجدوها في بعض الصيدليات تباع. فمكتب الصحة حين ذاك بعد الحرب مباشرة عمل لجنة رقابة وتفتيش نزلت على جميع الصيدليات والمنشآت الخاصة، وعملوا نقول عليهم تفتيش يعني، أو فوجدوا بعض الأصناف موجودة من مواد الإغاثة الطبية اللي وصلتنا من الهلال الأحمر الإماراتي، من مركز الملك سلمان، من الهلال منظمة الصحة العالمية، وجدوها في بعض الصيدليات والمنشآت الخاصة، تباع في الصيدليات والمنشآت الخاصة للأصناف اللي كانت متواجدة في الصيدليات والمنشآت الخاصة، وعادوها لعنا للمخازن، ونحن بدورنا كمان عدناها بطريقة صحيحة لنفس المديرية اللي هي اللي ضبطت عندهم. مثلا الشيخ عثمان مثلا إذا ضبطت في أي صيدلية في صيدلية مديرة الشيخ عثمان، نحن نعيدها لمجمع الشيخ علشان هم بعدين يقدموها مجانا للمرضى بدل ما يشتروها من الصيدلية. ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين العاصمة صنعاء؟ ذكرتي بأن هناك يعني يكون وسيط دائما بينكم وزارة، يعني أقصد منظمة الصحة العالمية تكون أحيانا وسيط بينكم. اليوم يعني احيانا يقال بان هناك ادويه كان يجب ان تصل الى عدن ولكنها وصلت الى صنعاء، كيف تتعاملون مع هكذا وضع؟ في فتره من الفترات كانت منظمه الصحه العالميه دعمها يوصل دايركت لصنعاء عشان وبعدين يعملوا لهم حصه توزيع، يعني خطه توزيع كل محافظه لها حصه، محافظه عدن حصه محافظه عدن ما توصلش، يعني ما أدري هل هي محاربة كانت أو ما أدري، المهم إنه حصتنا ما كانتش توصل، ونحن بالعكس أي حاجة أي دعم يوصل أو يدخل في مخازننا تتبع أي 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 محافظة من المحافظات الشمالية صنعاء إب تعز أي محافظة نوصلها، إذا مش دايركت يعني تعز نحن تعاملنا معهم دايركت من أيام الحرب، من أيام الحرب ونحن ندعم تعز دايركت، يعني ما فيش كان وسيط لحد الآن تمام. صنعاء بالذات تعاملنا معهم محدود طبعا، في ظل بس فقط الإمداد اللي هو الإغاثة الطبية اللي توصلنا نوصل لهم ياتي عبر شركات النقل الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. هل تقدمون خدمات للألوية العسكرية؟ هذا مشكلة كبيرة بالنسبة للألوية والجبهات العسكرية، الجبهات والمشتعلة والألوية العسكرية. يوجد لدينا طبعاً في كل من زمان من قبل، يعني ده معروف عالمياً، يعني لازم يكون في خدمات طبية عسكرية تابعة للجيش والدفاع والقوات المسلحة. وهي كانت اللي تدعم معسكراتها، تدعم مستشفيات الخاصة بالجيش والدفاع وبكل المواد طبعا، مواد مستلزمات معدات أجهزة، وهذا كان يعني قديم جدا. الآن وبعد الحرب أو أثناء الحرب الأصح، لفتة الحرب
بدأت بعد الألوية والجبهات باللجوء لنا، بحكم أنه ما فيش أي إمداد لهم، توقف الإمداد تماماً عنهم بصنعاء، ما فيش أي إمداد يقدم لهم من الخدمات الطبية العسكرية الرئيسية، فكانوا يلجؤوا لنا وما زالوا. جبهات مشتعلة يقدم الخدمات لهم، المواد المستلزمات الطبية يعني خاصة بالجبهة، والألوية والمعسكرات الموجودة حاليا في المحافظات، كل الألوية في المحافظات، الألوية في المعسكرات طبعا، والألوية الفترة الأخيرة ازداد عددها بشكل غير طبيعي. كل الألوية في المعسكرات، كل الجبهات المشتعلة في كل المحافظات نحن ندعمها، دعمها بالمحدود واللي هو ما يقدم خدمات لهذه الجبهة أو يقدم خدمات لهذا المعسكر أو اللواء. طرحنا هذا الموضوع على رئاسة الوزراء بسابق أنه على 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 التحالف أنه يكون عبر رئاسة الوزراء أو عبر التحالف أنه يقدموا هم الخدمات هذه، بحكم أنه خدماتنا نحن خدمات مدنية مش عسكرية، لكن بحكم أنه ما مش معهم أي إمداد نحن نمدهم حاليا، بس لازم في الوقت فيما بعد يعني لازم مدير عام الخدمات الطبية العسكرية في محافظة عدن أو في منطقة الرابعة، لازم هو اللي يعمل هذا الإمداد، هو اللي يقدم هذا الإمداد مش إحنا. نحن معتمدين جدا على المنظمات العالمية وقلت لك، فهم لازم كانوا ياخذوا خطوة سريعة وجادة من هيئة الأركان للدفاع ويعملوا لهم حل بالنسبة لتغذية الألوية والجبهات المشتعلة بالمواد والمستلزمات الطبية. اليوم دكتور سعاد، كيف ترين دور وزارة الصحة في تحسين أوضاع المرضى؟ طبعا دورنا هام جدا وكبير، والمريض في الأخير لما يحتاج لأي علاج فين بيرجع؟ المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، فنحن بقدر الإمكان نحاول كوزارة الصحة أن احنا ندعم المريض بالعلاج المقدم من الدول الداعمة، كمعونات أو إغاثة طبية تقدم إلينا، ونحدد دورنا نقدمها للمريض على أن توصل للمريض مجانا. يعني وضعنا الحالي صعب جدا، ظروفنا جدا صعبة وانتو عارفين الكلام هذا، فنحاول بقدر الإمكان نوصل العلاج والمستلزمات الطبية، وخصوصا أخصنا بالذكر أنه الأدوية أو العلاجات اللي هي تخصصية زي علاجات السكر، الإنسولين، زي علاج الأورام، المواد الكيماوية، زي أصحاب الدم، مرضى الدم، الغسيل الكلوي، نحاول بقدر الإمكان إحنا نوفر لهم المواد هذه اللي هي طبعا ما يقدرش يشتريها المريض من السوق المحلية ولا بيجدها أصلا من السوق المحلية، نحاول نقدمها له مجانا. في بعض بتطرق هنا الموضوع انه في معانا جزئية من سابق، يعني هذا موضوع موجود انه في بعض المجمعات والمستشفيات الصحية تقدم الخدمات مجانا، لكن المعاينة عند الطبيب لازم المريض يدفع مبلغ رمزي 500 ريال يقطع فيه سند يدخل للمعاينة، فيما بعد يتلقى العلاج حقه من نفس المجمع أو المستشفى بالمجان. فهذه المبالغ اللي تجمع من أو اللي يستقطعها المستشفى من المريض في الأخير بعدين تعود عائد للمستشفى في شراء بعض المستلزمات والأدوية اللي نحن ما تكونش متواجدة معانا، مش بس الوقود الديزل والبترول اللي هي بحاجة إليها المستشفى، خدمات بسيطة يعني لازم تقدمها المستشفى أو المجمع الصحي لازم يشتري فيها بعض الحاجات من هذه المبالغ، حوافز بعض العمال لازم يشتغلوا بارت يعني مش بارت فول تايم يعني صباح أيوة يعني وقتين صبح وبعد الظهر يشتغلوا، ففي حاجات مهمة لازم المستشفى أو المجمع الصحي عشان يؤدي دوره صحيح بالقدر الكافي لازم يكون عنده مبالغ طبعا بحسابه، فهم يستغلوا هذه المبالغ في يعني حنسميها مساهمة مجتمع، هذه المساهمة اللي تقدم للمستشفى فهو يشتري فيها أو يقدم الخدمات أو يرفع مستوى خدمات. ما الذي يحتاجه البرنامج الوطني للإمداد الدوائي اليوم؟ يحتاج إلى استمرارية الدعم من الدول الداعمة، الدعم الإغاثي يعني الدعم الطبي،
ويستمر هذا الدعم أولا، وأن يكون للبرنامج الوطني لإمداد الدواي ميزانية مستقلة وسريعة عاجلة لرفع المعاناة اللي نحن طبعا نواجهها الآن في البرنامج الوطني لإمداد الدواي. نحن مخازننا مخازن واسعة وكبيرة، وبإمكانكم تطلعوا على هذا الموضوع بشكل عام. وعملنا جهدنا كبير جدا في دعم جميع المحافظات في الجمهورية، فلابد من موازنة تشغيلية سريعة وعاجلة لدعم البرنامج لكي يرفع أو يرتقي البرنامج ويقوم بعمله على أكمل وجه. الميزانية التشغيلية أو الموازنة التشغيلية تلعب دور كبير في تشغيل أي مؤسسة صحية، أي بغض النظر مش صحية، حتى في مؤسسات التربوية، في أي مؤسسة تبع يعني خدمية بالأساس خدمية، الموازنة التشغيلية مهمة جدا. دكتورة سعاد عبد ميسري، المدير العام لبرنامج الوطني للإمداد الدوائي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. الرياضي والثقافي أقدم الأندية الرياضية وأوحدها على الإطلاق في مدينة عدن، هو نادي الغزال كما أطلق عليه قديما، والميناء بتسميته الحالية، وكان أول ظهور رياضي له في العام 1919 تحت مسمى جمعية أبناء التواهي. أسسه نخبة من شباب مديرية التواهي، واتخذوا من بندر جديد ملعبا لهم، واستمر نشاطه الرياضي حتى العام 1924 حين ظهر نادي البامبوت على أنقاض جمعية أبناء التواهي. من ساحة نادي الميناء الرياضي الثقافي انطلق أسطورة الكرة اليمنية علي محسن مريسي نحو صناعة الاحتراف الكروي، مثلما سبقه رائد كرة الطائرة اليمنية علي أحمد صالح عزاني، لاعب ومدرب كرة الطائرة بنادي الميناء للبنين، وصاحب فكرة إدخال الرياضة النسوية إلى الأندية الرياضية، وقائدهم إلى البطولات المحلية والعربية في ستينيات القرن الماضي. يحتفظ نادي الميناء بإرشيف طويل لرموز الرياضة العدنية وألمع نجومها ممن صنعوا الانتصارات المتواصلة دون إخفاق منذ تأسيس النادي، من بينهم الكابتن الجزائري عبد القادر الهاشمي مؤسس كرة الطائرة اليمنية ومدرب المنتخبات الوطنية وواضع اللبنات الأولى لتطوير التدريب المهني في جنوب اليمن وشماله في سبعينيات القرن الماضي.
ترجع الكرة مرة ثانية لفريق الميناء محمد حسين إيهاب إبراهيم، خطة دفاعية واضحة بالنسبة لفريق الميناء. في العام 1937 تشكل في مدينة التواهي أيضا نادي البرق واللاسلكي، واتخذ مقرا له حيث شيد مقر نادي الميناء حاليا، وكان معظم اللاعبين فيه من أبناء الجالية الهندية والإنجليز العاملين في المؤسسة. في سبعينيات القرن الماضي سعت الحكومة في الجنوب آنذاك إلى تطوير الحركة الرياضية من خلال عقد المؤتمرات الرياضية، وتمخض عنها تقليص الأندية في جميع محافظات الجنوب من 62 نادياً إلى 12 فقط، وهكذا حدث الدمج وانبثق عنه في مدينة التواهي نادي الميناء الرياضي والثقافي. لنادي الميناء رصيد رياضي ولاعبين متميزين سجل بهم النادي درجة التألق، وأحرز الانتصارات والمراكز الأولى في كل الألعاب والقوى، حتى في منافسات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية في عدن عام 2017. تربية الطيور بالنسبة له مهنة ومتعة، يتعلم من الطير الصبر وفنون الجمال. إنه وائل ياسين جمن، وجه المدينة لهذه الحلقة. إلى جانب هوايته الفنية كرسام تشكيلي، يمتلك وائل ياسين جمن خبرة في تربية الطيور بشتى أنواعها كمهنة احترفها منذ ما ينيف عن عقد من الزمن. بدأت تربية الطيور يعني من وأنا في سن مبكرة، وأنا صغير في السن، وحبيت تربية الطيور لأن الطيور شيء جميل وتزين البيت، وحتى أصواتها جميلة يعني تريح أعصاب الواحد. بالنسبة للطيور أنا أربيها كحب وهواية ومهنة، لأنه هي برضو تعتبر مهنة، يعني في منها مصدر رزق ولقمة عيش. يوما إثر آخر تتطور مهارة وائل جمن في التعامل مع الطيور، ويزداد تعلقه بها حتى أصبح واحدا من أشهر بائعي الطيور النادرة في اليمن، وهي تجارة تلقى رواجا واسعا في مدينة عدن، وأصبح لها سوقا شعبيا يرتاده هواة الطيور من محافظات مختلفة أسبوعيا كل جمعة. بالنسبة لتربية الطيور في عدن ازدهرت الآن، العديد من المربين ألاحظ أنه صارت موضة، الكل يربي من الشباب طيور البادقي، الفيشر، الكوكتيل، الدرر، بحيث أنه حتى بس مش إنه فقط للزينة، صارت برضو للتجارة، يعني الطيور صارت مرغوبة أكثر في الوقت الحالي بعدن، والبيئة الجو حق عدن مناسب لهذه الطيور، طيور الزينة. فعشان كده هنا بدأت تتكاثر السلالات، حتى لما نجيب طيور من الخارج لعدن، عدن جو ومناخه جميل يعني مناسب للطيور هذه، تقدر تربي هذه الطيور الزينة هنا في عدن، ولكن يعني الواحد يعتني فيهم مع المناخ، في عناية من يعني أمور أخرى للطائر نفسه، من المكملات الغذائية، من علاج، من زي ما قلت لكم في السابق، من البيئة، يوفر له بيئة مناسبة للمعيشة وهكذا. يعني تجارة الطيور بصراحة في عدن هي تجارة ناجحة، لأنه كثير في عدن مؤخرا صاروا معجبين ومتهافتين في اقتناء الطيور النادرة. يرى وائل أن الطير مكانه الفضاء الواسع، لكن ثمة طيور ضعيفة تعودت أن تكون للزينة، فتلك الأنواع من الطيور الأفضل أن يحميها الإنسان من أي كائنات أخرى قد تفتك بها خارج عالمها الصغير. الطائر أجمل خارج القفص، زي ما تشوفوا حمام النقط اللي نحن بنربيهم، الحمام الباكستاني والحمام القلاب، هم أصلاً حمام استعراضي،
يعني يختلف حمام الاستعراض والمسابقات عن حمام الزينة. هذا شكله جميل برع القفص لأنه يعطي يعمل حركات رهيبة على الجو، وهو حمام معروف أنه حمام سباقات يعني. بينما في طيور لا يمكن أن احنا نخليها بالخارج، لأن الغربان يعني في العدوان الخارجي اللي هو الغربان والزيران والأفاعي والقطط قد تأكل هذا الطائر. يعني ممكن إذا فقتينا لهذه الطيور طيور الزينة برع تموت. يعني في القفص هي آمنة وأكلة وشربة ونظافة وإنتاجة، يعني أريح له وأفضل له من أن تطير برع، لأنه إذا طارت برع يعني يأكلها الغراب أو أي مثلا من الطيور الجوارح هذه اللي موجودة في السماء. للطيور منطق تعلمه الجمان كالصبر وتفاصيل حياتية أخرى لا يفهمها إلا من عايش هذه المخلوقات التي تضفي على الكون جمالا آخر وتعلم الإنسان أبجديات الحياة. أتعلمت من تربية الطيور حاجات كثيرة، يعني أهمها الصبر. يعني أنت تربي هذا الطائر وتصبر على نتاج حقه، ومن شان يعني يكون في تشويق أنت تشوف إيش هذه السلالة بتنجب لك مستقبلاً، إيش من أفراخ ولا أفراخ إيش بتنجب برضو في المستقبل، إيش من سلالة وإيش من أفراخ جدد وهكذا. ارتباط بين الجمال والطيور، وهذا هو سر تعلق وائل بها. يتعامل معها كإنسان ويرسمها بريشته كفنان. اكتشف مدى روعة تلك المخلوقات وألف الحياة معها. تربية الطيور أضافت لأعمال الفنية الكثير. لو تلاحظوا أكثر أعمال الفنية فيها الديوك، فيها طيور البادي، فيها حمام الجوكبين. رسمت أكثر من موضوع فيها الطيور، في بالطيور اللي أنا أحبه وأناقش في قضية، يعني عن الحرب، عن السلام، عن الجمال، عن حاجات كثيرة. زي ما شفتوا أنتوا طبعاً في لوحاتي السابقة اللي لوحات الديوك المتصارعة كان فيها موضوع، ولوحات الحمام الجوكبين برضو فيها موضوع، ولوحات طيور البادي اللي هي من نوع فلل كان برضو فيها موضوع. حتى لما أنا أرسم طائر في لوحة أحاول إن أنا أبدع في اللمسات بالريشة بحيث ان انا اعطي رونق الالوان الطائر على اللوحه، يعني مش يعني مثلا مرسموش هو نفسه، احاول ان اضيف واجمل هذا الطائر في اللوحه التشكيليه. بالرغم من الصعوبات التي تواجه مهنه تربيه وبيع الطيور، الا انها بالنسبه لوائل ياسين جمان عملاً ممتعاً وشيقاً يجد فيها نفسه ويلمس معها جمال الحياة وروعة الإحساس حتى وإن لم تشكل له مصدراً للدخل في يوم ما. واجهت كثير من الصعوبات خاصة في تربية الطيور والإنتاج من طيور الزينة اللي هي الفصيلة النادرة، لأنه إنتاجي بشكل عام طيور الزينة هي إنتاجي ضعيف جداً. نضطر إن إحنا نجيب طيور حضانة البيضة، يعني الطائر الذكر والأنثى عشان يتم اللقاح بينهم وينتج بيض ملقح لازم في بعض الأزواج عالمياً. هذه الأزواج مشهورة بأن لا تجيد حضن بيضة ولا تربية أفراخ بنفسها، لازم نأخذ بيضة الملقح ونحطه تحت زوج حضان مشهود له بالتربية، عشان الزوج اللي مشهود له بالتربية يقوم بتربية أبناء الطيور هذه اللي مستواها يعتبر من أعلى المستويات بطريقة جميلة وراقية، ولأن الريش كل ما زاد في الطائر يسحب من البروتينات ومن المواد الغذائية في الحبوب الذي يعطيها الأب والأم للفرخ نفسه. فلهذا لازم نأخذ البيض الملقح من الأزواج المستويات العالية ونحطها تحت حاضنين مشهود لهم بالتربية ليقوموا بتربية أبناء أو أفراخ الأزواج اللي هم يعتبروا من المستويات العالية، لأن الأزواج اللي هي من المستويات العالية معروف أن معظم لا تجد حضن البيض ولا التربية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.